Formal charges. لرسم لويس structure أحياناً يحدث أن يكون هناك عدة احتمالات، وفي هذه الحالة نرجع للformal charges حتى نرجح أي هذه الاحتمالات أصح. ما هي الformal charges؟ هي طريقة لحساب الشحنة على كل أتوم موجودة في داخل اللويس structure. هذه الطريقة لها طريقة حسابية أرسلتها لكم بشكل فيديو بمعادلة، ولكن هنا طريقة ممكن مباشرة من الستركتشر نستطيع نرسمها. هنا عندي على سبيل المثال الكربون دايكسايد، ممكن أن أرسمه بحيث يكون عندي الكربونة مربوطة بدبل بوند من كلا الطرفين مع أكسجين، أو تكون مربوطة بسنجل وتريبل بوند مع الأكسجين حتى نستطيع نعرف أي هذين الشكلين أنسب. فهنا بنرجع للفورمال تشارجز. هذه الفورمال تشارجز تعتمد على اللي هو ان نطرح اللي هو الالكترون assigned to the atoms، اللي هي عدد الالكترونات المحيطه بالذره اثناء اللويس ستراكشر مقارنه مع الفالنس الكترونز. كيف نحسبها؟ الان ناخذ على سبيل المثال هذا الستراكشر، عندي الاكسجين هنا والاكسجين نفس الوضعيه. الفالنس الكترونز للاكسجين احنا بنعرف 6 والفالنس الكترون للكربون 4، نجد انه هذول الارقام مكتوبين بالطرفين لانه هذول معروفين بناء على الجدول الدوري. الان بالنسبه للي هم الالكترون assigned to the atoms اللي هو في الوضعيه هذه بناء على اللويس ستراكشر، هنا في عندي pair of electrons، هذول عليهم pair يعني كل واحده 2 الكترونز، فهذول 4 الكترونات. في عندي هنا رابطتين، فباخذ لكل رابطه الكترون لانه بيكون الكترون مربوط من جهه كل اتوم، فعندي هنا الكترونين، فمجموع الالكترونات الاسايند لهذه الاتوم بناء على هذا الستركتشر 6. بالنسبه للكربون عندي 4 روابط، كل رابطه بتعطي الكترون فهنا 4، ونفس الشيء بالنسبه للاكسجين لانها زي الاكسجين هذه. فبناء عليه لو جينا حسبنا الفورمال تشارجز فبنطرح اللي هي السته من السته بيعطيني صفر، والاربعه من الاربعه صفر، والسته من السته صفر. الان بالنسبه للشكل الاخر او الاحتمال الاخر، راح نجد انه الاكسجين هنا محاطه ب 3 pair of electrons، وهنا مربوطة برابطة فبتاخذ 1 الكترون، فهنا 6 و1 7، ف7 بنطرحها من 6 بتعطيني سالب 1. الكربونة عندي 4 روابط، واحدة من جهة وثلاثة من جهة أخرى، بنطرحهم من الأربعة فيعطيني صفر. الأكسجين هنا عندي pair of electrons يعني 2 و1 الكترون لكل رابطة، عندي 3 ف3 و2 5، فبنطرح من 6 فبيعطيني بلس 1. بناء على هذه اللي هو الفورمال تشارجز 0 0 0، بينما هذا الشكل ماينس 1 0 بلس 1. اثنين هذول ممكن نختاره، هذا ما بيحكي لي هنا ذا بيست لويس ستراكشرز، بيحكي لك اللي هو بيعطيني ذا وان وذ ذا فيوست تشارجز، يعني اللي بيكون عليه اقل شحنات هو اللي بيكون الافضل. فاذا بتتذكروا في الكربون دايكسايد الاولاني كان 0 0 0 والثاني كان ماينس 1 0 بلس 1، فالاولاني اللي هو الكربونه مع 2 اكسجين مربوطين برابطه ثنائيه او دبل بوند هم هو الانسب بناء على هذا الراي. والامر الاخر بيحكي لك انه النيجاتيف تشارج اون ذا موست الكترو نيجاتيف اتومز، عاده بتكون اللي هو الشحنه السالبه موجوده على اللي بيحمل اقل سالبيه. هنا لا بنلاحظ انه عندي الاكسجين واحده بالستركتشر الثاني كان عليها سالب 1، بينما اكسجين ثاني كان عليها موجب 1، فهنا كمان الشكل الاولاني بيترجح. خلينا ناخذ المثال هذا، عندي اللي هو نيتروجين كربون اكسجين هذا الستركتشر. لو جينا طلعنا بالنسبه لهذا الستركتشر راح اول شيء ناخذ الفالنس الكترونز، فالفالنس الكترونز للنيتروجين عندي الفالنس الكترون للنيتروجين 5، للكربون 4، للاكسجين 6، نفس الشيء بالنسبه للستركشرز الثانيه. الالكترون اساينز للاتومز عنده هنا هذه بالالكترونز عندها 3 بير اوف الكترونز يعني 6 وواحده بالرابطه 7، فبنطرح من الخمسه نطرح منها 7 فبيطلع لي سالب 2، وعندي هنا الكربونه 4 اللي هو الفالنس الكترونز،
وعندي أربع روابط كل واحدة منها إلكترون، هنا أربعة فأربعة أربعة صفر، وهنا عندي الأكسجين اللي هو زي ما أنتم شايفين عندي هنا ثلاث روابط عندها ثلاث إلكترونات واثنين خمسة، والأكسجين أصلا عليها فالنس إلكترونز اللي هو ستة في ستة سالب اللي هو سالب خمسة، فبيعطيني اللي هو واحد. راح نلاحظ انه النيتروجين عليها ماينس 2 والكربون عليها 0 والاكسجين عليها بلس 1. هذا الشكل بناء على اللي هو القاعده، زي ما راح نشوف بناء على الاشكال الثانيه راح نلاحظ انه هذا الشكل عليه اكثر شحنات، او هنا بلس 1 وهنا ماينس 2، بينما هنا ماينس 1 0 0 هنا 0 0 ماينس 1. فهذا الشكل مرفوض بدايه. من الأشياء اللي كمان ملاحظة إنه هنا النيتروجين عليها ماينس 1 وهي ليست الأقل إلكترونيجاتيفيتي، الأقل إلكترونيجاتيفيتي اللي هو الأكسجين، فهو اللي لازم يحمل الماينس 1، فهنا نرفض هذا الشكل. الآن لو جينا طبقنا القاعدة عندي هنا الخمسة وحواليها هنا هذه هي الخمسة الفالنس إلكترونز، وبالأصل عليها هنا أربعة واثنين فبكونوا ستة. 5 ماينس 6 بيعطيني ماينس 1، هنا 4 وهي اصلا اوريدي فالنس 4 فبتكون 0، عندنا الاكسجين عليها فالنس 6 وهنا هي عليها 2 و2 و2 6 ف0، فهذا الاستركشر راح يكون ماينس 1 0 0. لاحظوا هنا الماينس 1 جاي على النيتروجين، فواقعيا الماينس 1 الافضل تكون على الاكسجين، ولهذا في الشكل هذا مرفوض. الان نيجي للشكل الثالث او الاحتمال الثالث في اللويس ستراكشر اللي هو بهذا الشكل، النيتروجين عليها تريبل بوند وهنا عليها دبل بوند، فالنيتروجين بنعرف خمسه وهنا واحد اثنين ثلاثه روابط، فخمسه خمسه وخمسه بيطلع صفر، الكربون اربعه وهنا اربع روابط فاربعه ناقص اربعه صفر، بينما الاكسجين سته وهنا عليها سبعه فسته ناقص سبعه بتعطيني ماينس 1. اولا شيء هذا الاكسجين هو اللي عليه الماينس 1 فهذا الراجح، ولاحظوا كمان انه النت تشارج على هذا الاستركتشر اللي هي ماينس 1 فهذا اللي لازم يطلع عندي. اللويس ستراكشر بالنسبه لهذا المركب اللي هو هذا الشكل بناء على استخدام الفورمال تشارجز، بيعطيكم الف عافيه.